الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا وسهلا بجميع الزملاء والاصدقاء العاملين في مجال المحاماه وفي الحقل القانوني وفي منظومه العداله ككل. انا معاكم محمد ربيب عبد الكريم المحامي، باحث ماجستير في التحكيم والوسائل البديله لتسويه المنازعات، كليه الحقوق جامعه حلوان. الحقيقه حابب انقل لحضراتكم في هذا الفيديو القصير بعض من خبراتنا التي يمكن أن تفيد السادة الزملاء، والإشارة إلى أمر هام جدا وهو الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بعيدا عن المعترك القضائي. الحقيقة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كتير جدا، وهناك العديد والعديد من الوسائل التي يمكن أن تستخدم لفض وتسوية المنازعات بعيدا عن المعترك القضائي. أنا حبيت أنقل لحضراتكم قضية حقيقية كانت عندي وألخص لحضراتكم الوقائع بتاعتها بسرعة. القضية كانت عبارة عن إحدى الموكلات الموجودة لدينا في المكتب، قامت بشراء وحدة سكنية فيلا من إحدى الشركات الكبرى في مجال الاستثمار العقاري، وبعد شراء الوحدة، الكلام ده كان أيام الثورة، بعد شراء الوحدة وبعد الأحداث الاقتصادية اللي مرت بيها البلاد، كان هناك تعثر من جهة المالكة لتلك الفيلا، وما قدرتش إن هي تكمل الأقساط، تقريبا قسط أو اتنين ما قدرتش تدفعهم، فقامت الشركة على أثر هذا الأمر بسحب الوحدة منها، وقالت لها الفلوس اللي حضرتك دفعتيها راحت عليكي. طبعا اول ما خدت الطريق القضائي انا كنت حاطط في دماغي ان انا عايز اسوي الامر مع الشركه قبل ما الامور تتطور، لان المفروض ان هي شركه كبيره، كان عندهم مستشار قانوني راجل قوي جدا، وانا بصراحه كنت خايف ان انا اقف قدامه في المحكمه، فكان ليا هدف اول ما رفعت القضيه. القضيه طبعا بمطالبه بالمبلغ المدفوع والكلام ده كله، كان هدفي من القضيه ان انا اعرف اخش مدخل مع الاطراف الموجودين في الشركه كشؤون قانونيه وكمسؤولين في الشركه، عشان اقدر اسوي النزاع ده ويبقى فيه بيننا لغه حوار. الكلام ده قبل ما ادرس في التحكيم والوسائل البديله لتسويه المنازعات، كان مجرد افكار بتراودني وعايز انفذها على ارض الواقع واستفيد منها بشغل. وبالفعل بعد ما رفعت القضيه وقابلت المحامي بتاع الشركه الكبيره اللي احنا بنتكلم عليها في اول جلسه، طلبت منه ان هو يفتح لي مجال ان انا اعمل نوع من انواع الحديث مع المسؤولين في الشركه، وبالفعل حددت لي ميعاد مع مدير الشؤون القانونيه في الشركه، وقمت فعلا بمقابلته، وتم التفاوض فيما بيننا، وتم تسويه هذا الامر بشكل ودي وبشكل مكتوب، وتم توثيقه، وقدرنا ان احنا نحصل للموكله بتاعتنا على حقوقها من طريقه التفاوض اللي بقول لحضراتكم عليه. الشاهد من هذا الامر يا اساتذه يا افاضل ان الموضوع بتاع الوسائل البديله لتسويه المنازعات موضوع مهم جدا، يخلي المحامي يبتدي يركز فيه ويبحث عنه. وقضيتي اللي انا كلمت حضراتكم عنها انا استخدمت فيها اسلوب المفاوضات، المفاوضات بمعنى التشاور والتحاور ما بين طرفين النزاع وصولا الى حل مرضي للطرفين. واستخدمت في اسلوب المفاوضات اللي سويت بيه هذا النزاع ان انا كان دخولي للشركه والمفاوضات وبدايه المفاوضات معها من ارضيه مشتركه، وهي مصلحه الطرفين، مصلحه الشركه في عدم وجود نزاعات قضائيه يمكن ان تضر بسمعه الشركه في القضاء، وفي نفس الوقت حفاظا على حقوق موكلي والحصول على الفلوس اللي تم دفعها او الحصول على الوحده مره اخرى. من هذه القضية اللي أنا طرحتها لحضراتكم، يعني تاني بنعيد الكلام إن الطرق البديلة لتسوية المنازعات هامة جدا للسادة المحامين، حضرتك لازم تبحث عنها وتبتدي تشوف أصول الخوض فيها حتى تستطيع أن تحل الكثير من القضايا التي يمكن أن تعرض عليك بعيدا عن المعترك القضائي. في النهاية كل سنة وحضراتكم طيبين، أنا شاكر جدا لحضراتكم على حسن الاستماع وحسن المتابعة.